دكتور أسامة السيد، طبيب بمتهن الفن التشكيلي. علاقة الطب بالفن التشكيلي هو فن، زي ما أنت بتشتغل كطبيب وبتبقى فيه فنيات في مجالك. فن الماركتري ده فن قديم من أيام توت عنخ آمون، واتوجدت أول حاجات اتعملت بالفن دوت على الصناديق بتاعت اللعب بتاعته وعلى كراسي العرش الفرعونية. طبعا في مصر القديم كانوا بيسموه تطعيم، كانوا بيطعموا بقشرة الخشب، بالنحاس، بالذهب، بالصدف، بالأحجار الكريمة. طبعا بعد كده بالسقطة اللي حصلت بعدهم انتقل الفن دوت أو هاجر لباريس وهاجر لإيطاليا وهاجر لروسيا، هاجر لدول أوروبا. أطلقوا هم اللي أطلقوا عليه كلمة الماركتري، يعني الماركتري ده اسم فرنساوي للفن ده، إنما أصل الفن المصري القديم. وبدأوا يعملوا بقى فيه الفرنيتشر كله اللي هو الأساس بالورود ومش عارف إيه. أنا حاولت أرجعه تاني لمهده بالتقنية دي. الشغل دوت هو ليه تقنية خاصة، أنت بتشتغل مع قشرة الخشب. قشرة الخشب دي حاجة عاملة، دي أولاً السكنس بتاعها أو السمك بتاع الورقة 7 من 10 من الواحد، يعني 0.07، دي بتبقى عاملة زي ورقة السيجارة. لازم ليها معاملة خاصة عشان الخشب ما يتفردش في الإيد. فأنت قصتك كلها التكنيك بتاع الشغل إن أنت بترسم الطابلون اللي أنت عايز تعمله، إذا كان بتعمل التكوين بتاعك أو من المكنون اللي عندك أنت بترسمه على بوردة خشب عادية، وبتبتدي تاخد كل حتة فيه تعمل لها باترون، وباللون واتجاه القشرة اللي أنا هشتغل بيه أخدها وأرجعها تاني. إن القصة دي كلها أنت مش قص ولزق، يعني أنت في عندك 3600 نوع قشرة خشب ما بين الطبيعي وما بين الصناعي، بستخدم لونهم وبستخدم اتجاه الثمرة بتاعتهم عشان تخدم التكوين بتاعي. الالوان ديت دي مش الوان انا ملونها، هو دلوقتي عشان في قشره خشب كتيره جدا فبقت في الوان احنا محتاجينها ندخلها، فبقت في حاجه اسمها قشره خشب صناعي. الصناعي دي هي الملونه اللي انت بتشوفها حمراء وزرقاء وخضراء اللي ليها الوان صرخه، دي بتبقى صناعي. غير طبعا الخشب الطبيعي ده عندك درجات البنيات والابيض بكل درجاته، السام اللي هو التشكيل بتاع الزيت ليه درجات الابيض ودرجات الاسود، يعني مش ابيض واسود، لا دول ممكن يبقوا بين الاثنين دول في 7 درجات بتحاول تتعامل بيهم عشان تدي الظل والنور لكل طابلو. بحب المعرض الفردي عشان هو بيطلع طاقتي كلها، بدل ما ابقى معرض جماعي وابقى محدود بطابلو او اتنين من مدرسه او مدرستين، لا انا بحب اعمله عشان انا اخوض كل المدارس. ان انت هنا بتتحدى اللي بيرسموا زيت، بتحداه بكتر اللي انا بشتغل بيه، فكل واحد ليه مدرسة، إذا كان التكعيبي، إذا كان التعبيري، إذا كان السريالي، كل واحد ليه مدرسة. أنت بتحدى بالقشرة المدارس دي كلها، حتى في بعض التابلوهات هي محاكاة لتابلوهات زيت زي حاجات فان جوخ أو كده. أنا داخل معرض ب 67 تابلو ما بين مقاسات 30 في 40 ومقاس 40 في 60. قصة الوقت بتاع المقاسات والشغل فيها ما بتحددش عشان هي صغيرة وهي كبيرة، هي ممكن تبقى لوحة صغيرة تاخد مني شهرين، هي على حسب الشغل اللي فيها، على حسب القطع. يعني مثلا في التابلوهات اللي هي بتعمل زي بورتري او بتبقى فيها تكوينات كتيره قوي، بتوصل مثلا فيها 3000 او 4000 قطعه قشره خشب بتتحط. فلك ان تتخيل انت بتعمل باترونات ل 3 4000 دول، وبترجع تقصهم على القشره، وبعد كده بتلزقهم، وبعد كده بتحدد اتجاه الريجه بتاعتها. فدي ممكن تاخد لك مثلا تبقى حاجه 30 في 40 صغيره، ممكن تاخد لك شهرين او 3 اشهر. ممكن حاجه تبقى 70% تاخد لك اسبوع، بيبقى على حسب الشغل اللي جواها مش حسب المقاس بتاعها.
وانت بتشتغل دوت عشان تعرف تركز في حاجات صغيره جدا، لازم دماغك تبقى بتعمل حاجه تفصلك عن اللي حواليك. اولا قشره الخشب زي ما احنا اتكلمنا، حاجه زي ورقه السيجاره، انا بشتغل بكتر، لو انا اتكيت عليها اكتر او مش عارف ايه هتتفرط في ايدي، هضطر اخد وقت اكتر. فلازم انت بتلغي الناس اللي حواليك كلهم، فكل واحد على حسب ميوله. انا عن نفسي بحب مثلا اسمع ام كلثوم، يعني اسمع ام كلثوم اشتغل معاك لغايه يومين ثلاثه ما اتحركش من مكاني. في ناس تانية مثلا تحب تسمع موسيقى، في ناس وهكذا. ممكن تبقى موهوب بس انت بتحاول بالممارسة، وانك انت تشوف واحد تاني عمل ايه، تبتدي تتعلم على ايده، هتوصل لحاجة كويسة من غير تعليم. والدليل على كده ان احنا اساسا في الفنون التشكيلية هتلاقي في ناس موهوبين كتير جدا، هما مش خريجين لا فنون جميلة ولا فنون تطبيقية ولا تربية فنية، هو عملوها بالممارسة وبدأ يتعلم وبدأ يشوف حد بيشتغل يتلمس تحت إيده وهكذا. جزء منها كان من خيالي أو تكوينات شخصية، بتبقى عن يعني بتبقى مخزون من تجربة من حاجة جواك. وفي جزء منها كان بتحدى بيها الرسامين بتوع الزيت، زي مجموعة أنا مثلا أنا بحب واحد زي فان جوخ، ففي مجموعة للوحات فان جوخ أنا بحاول أقلده بالظبط، بس أنا بستخدم الماتيريال بتاعتي قشة خشب وكتر، غير ما هو كان بيستخدم مثلا فرشة وزيت وهكذا. يعني في جزء منها بتبقى محاكاة عشان تحدي لطابلوهات تانية، وفي جزء منها طبعا بيبقى من خلالي أنا أو من تجربتي أنا أو من حبي ليها. الفن ده بيحب الصبر والاجتهاد والمثابرة، يعني ممكن تزهق. لازم لو واحد عايز يعمل معرض او يشتغل الماركتري لازم عنده صبر ويتعلم ويصبر على التعليم. انت ممكن بعد ما تتعلم وخلاص هتوصل لحاجة تلاقي مثلا حاجة كسرت منك. في ناس ميولها خلاص هوائي بيزهق، انت عشان تشتغل ده لازم تبقى عندك مثابرة وجد واجتهاد وتبقى عايز توصل وتتحدى. ده انك انت تبتدي تحاكي معارض مش مصرية بس، لازم تخش تخرج لبرة عشان الفن ده يتعرف برة، يبقى ليه ميزة تعرف تاخد عليه جايزة. إنما طول ما هو موجود في البوتقة المحلية هو زيه زي أي حاجة. الماركتري بساطته بتيجي من الخامة اللي انت بتشتغل بيها، كونها خشب والخشب قريب جدا من الناس كلها وبتحب تشوفه. يعني انت لما بتجيب مثلا أوضة ولا حاجة بتحب تشوف خشبها، بتحب تشوف اتجاه الثمرة بتاعتها، هو ده اللي بيدي بساطة اللوحات. خط الاتصال بين الدكتور والفنان هو ان انا انسان. الصبر دي بتبقى طبيعه شخصيه، انا من الناس الصبوره جدا اللي ما بتزهقش، اللي لو حاجه باظت بترجع تاني تعملها مره اتنين تلاته اربعه. يعني في عندي لوحات انا بعد ما عملتها وحطيتها قدامي، انا بعمل التابلو بحطه قدامي وبفضل رايح جاي عليه كتير، لقيت ان وجهه نظر تانيه ممكن تخدم ده. يعني احد التابلوهات عندي بيبقى كان فيها ثلاث فتيات حاضنين بعض من ورا، دي كانت لوحه عاديه. لما انا فكرت فيها تاني لقيت ان هي ممكن تخدم فكره تانيه، اللي هي لا للتميز لا للعنصريه، نبقى الوحده اللي موجوده. فبالتالي غيرت، خليت الثلاث شعور بتاعت الثلاث بنات مختلفين، اللي هي الشقره والعاديه والزنجيه، والثلاث
بشرات بتاعت التلاتة مختلفين، وبقوا حاضنين بعض، وضفرت لهم شعرهم ضفيرة واحدة التلاتة. فهي ديت اللي انت ممكن تفكر في اللوحة بعد ما تخلصها، تحس انت ممكن توديك حتة تانية. ده اللي بتعمله. لو انت متضايق بيبقى مش هتعرف تشتغل، عشان الحاجة هتبوظ منك، فلازم بتريح نفسك بوجهة نظرك. يعني ممكن اسمع شوية موسيقى، ممكن اسمع شوية ام كلثوم، اطلع من المود شوية، ابتدي اشتغل، انسى مشاكلي. انما اثناء ما بيبقى في مشكلة، صعب انك انت تمسك كتر وتمسك ورقة وتشتغل. معرضي دوت في الفترة الصغيرة اللي أنا كنت فيها، نسبة مشاهدة الأجانب للمعرض تفوق المصريين بنسبة مثلا 700%، وهم اللي حبوا يقتنوا من الطابلوهات دي أكتر من المصريين. فبره هم بيحترموا ده وشايفينه إن هو حاجة أصيلة وحاجة نادرة وبيحبوها، عشان ما عندهمش التكنيك ده بره، ما عندهمش الصبر ده بره، حاجة جديدة بالنسبة لهم. يعني اللي كان بيجي من الأجانب، وكانوا هم بيجيبوا بعض، يعني واحد بيجي بيتفرج وبيسمع وبيفهم ده إيه، ألاقي تاني يوم بعت لي كذا واحد، هم مبهورين بالشغل ده، وفي منهم عايزين يطلعوا الشغل ده بره، وفي منهم ناس فعلا اتفقوا إن هم يطلعوا الشغل ده بره. ما اعتقدش ان المقدره الماديه هتفرق في اقتناء لوحه فنيه، لسبب بسيط، ان اي فنان انا او غيري مش تجار، هو بيحب انا اللوحه انا عاملها موجوده في بيتك، موجوده في مكتبك، موجوده في الفيلا بتاعتك، بغض النظر عن تهديني كام. ان الفن ملوش قيمه، الفن يعني سوري مش ملوش قيمه، يعني ايه؟ لا، قيمته ما بتحددش بالسعر. يعني انا ممكن واحد يجي يدفع لي في اللوحه خمس اضعافها، ما ارضاش اديها له، ان احس ان ده ابني او بنتي بتتهان عنده، مش هديها له. ممكن واحد بيعجب بلوحة وما معوش في جيبه جنيه، أنا هديها له. الطابلوهات بالنسبه لاي فنان ابنائه فعلا. انت كل واحد عشت معاه وعشت جواه وعملته، يعني عشت معاه اكتر ما عشت مع اهلك. انت لما بتقعد معاه، يعني في طابلوهات انا بقعد فيها مثلا بالشهرين شهرين ونص، معلش انا حافظ تفاصيلها وببقى ضنين جدا ان حد ياخدها مني. يمكن ساعات برفع سعرها عشان ما حدش ياخدها، بتقطع حته مني. تتابع ان انت لغايه ما بتبقى فيه تشكيل جواك، في فكره جواك، في تجربه انت عشتها وحبيت تطلعها، وعلى حسب بقى ما انت بتقدر تطلع المجموعه اللي بتطلع كل اللي جواك. يعني ما ببداش اعمل معرض غير لما كل اللي جوايا بيطلع. لو موضوع عشوائي عشان تعمله معرض من غير ما تفكر فيه، هيبقى معرض عشوائي.
هتلاقي من كل فيلم اغنيه، انما لو انت بتركز في فكره معينه وهي دي اللي بتخدمها هتقدر تعملها. انما ان انا عشان اعمل معرض كده بفكره عشوائيه يعني طابلو منفرد، ده يبقى انا اخش بيه معرض جماعي مش هيبقى معرض فردي. ان شاء الله ربنا يقدرني وهعمله برضو ماركتري بشكل مختلف، هيتقدم حاجه جديده مش هقدر اقولها دلوقتي طبعا، بس طبعا لازم اقدم فكره جديده. مش كل معرض هيبقى زي التاني، يعني مش هنفضل نلبس طربوش بزر طول عمرنا، لازم يبقى في تجديد. انا جوايا فكره لازم اعرف احققها الاول، فازاي تتحقق بالشغل دوت؟ هتبقى مره اتنين تلاته انفع فيها تصلح، يحصل لها تحريف شويه، يحصل لها مش عارف ايه، لسه الدنيا ما اتبلورتش، بس بالتاكيد ان المعرض جاي هيبقى مختلف تماما عن ده. يمكن لو هعمل معرض بره هزود شويه الاشكال الفرعونيه، هبعد عن محاكاه الفنانين، يعني زي ما انا مثلا عملت الفان جوخ او كده او بيكاسو، لا هبعد عن القصه دي، اخلي المعرض كله من مكنوني الشخصي انا، بتبقى ظروفه. التحدي اللي موجود انك انت ما اسمهاش تقليد، انا بسميها محاكاه، ان انا لو هقلده يبقى انا همسك برضه فرشه والوان زيه واعمل نفس طابلوه. ان انا بقى المحاكاه هي دي التحدي، ان انا ما عنديش الفرشه الرفنعه اللي لو فيها غلطه بعملها، لا انا شغال بكتر وقشره خشب واتجاه قشره والوان معينه. ازاي اتحدى ان انا احاكي الطابلو العالمي ده؟ زي حاجات مثلا اللي انا عاملها بيكاسو او فان جوخ بتحاكيها، ما اسمهاش بقلدها، لا بأحاكيها، ان انا بظهرها وبخرجها بماتيريال وبادوات مختلفه تماما عن الفنان الاصلي اللي عاملها. اولا الخشب انا بحبه ان هو ماده غنيه جدا 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 بالوانها، انت لك ان تتخيل ان المصري القديم لقى 3600 نوع قشره خشب بالوان مختلفه، ان الالوان بتاعتها بتختلف مع كل موسم زراعي، فانت ماده غنيه جدا، مهما هقعد اشتغل انا مش هجيب اخرها. اولا اي فنان اذا كان بتاع خشب او بتاع زيت او واتيفر اي مجال، لو ما حبش الشغل اللي بيعمله مش هيطلعه حلو. فاي فنان عايز يحب اللي بيعمله ايا كان، يحب اللي بيعمله هيطلع منتج كويس. في فنانين كتير جدا انا قابلتهم هما مش لاقيين صوت او منبر يطلعوا شغلهم فيه. هنا عشان تعمل معرض بتبقى تكلفه عاليه جدا، انك انت عشان تطلع بره تعمل معرض تكلفه عاليه جدا، هي المفروض الدوله تزق الناس دي، تطلع الناس دي، هتنتج من وراها. هو انا لما هطلع وهشتغل بره وهيبقى في مثلا تصدير، هيبقى في ناس بتعمل ده، انكم للبلد.
فعشان الفنانين في مصر فنانين كتير جدا 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 في شتى المجالات، بس محتاج اللي يلمعهم ويزقهم.